حبيت اعمل لك حاجه مختلفه ونجيب المحلل الجزائري الاستاذ طارق مكور نجم التحليل في قناه الكاس القطريه. استاذ طارق مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي القيعي. السلام عليكم، مساء الخير. سلام ورحمه الله. تحياتي لعدلي وابراهيم ولكل جماهير الاهلي وكل جماهير مصر. اهلا بك يا استاذ طارق، ويا ريت ناخد انطباعك عن مشاركه الاهلي في البطوله ورؤيتك لمباراه السبت مع باتشوكا ان شاء الله. طبعا مثل ما قلت في تقديراتي الاولى، الاهلي رمز حقيقي في الرياضه وفي كره القدم، وفي نفس الوقت فخر مصر وفخر العرب وفخر افريقيا. كنت تكلمت، اذا تكلمنا عن الناحيه الرسمية يعني حدث ولا حرج، 44 لقب، 40 لقب في الكاس، 12 تشامبيونز ليج، وكانت عندي الفرصة انه لعبت ضد الاهلي في 2021 2022، يعني شفت من قريب هذه المنظومة وهذا النموذج الناجح. طبعا عنده كل امكانياته انه يفوز بالمباراة ويروح حتى ينافس ريال مدريد، لكن بشرط انه ما يدخلش في السهولة مثل ما دخل فريق بوتافوغو في سهوله مع باتشوكا، لانه كان تعبان كان مرهق، والمدرب ساهم له ما لعبش اربعه ولا خمسه لاعبين اللي كانوا مهمين جدا على غير المادا وسافارينو، وكان الضريبه كانت غاليه جدا. لكن الان الاهلي من المقومات وانه يلعب كل مباراه بنفس الطريقه ودائما يدخل المباراه عشان يفوز. مثل ما قلت كلمه وانا مسؤول عليها، كنت قلت في فيديو انه اللي عنده شيء مختلف في نادي الاهلي هو ثقافه الفوز اللي اكتسبها على ممر السنين، ممر اللاعبين المميزين، المدربين، الجمهور، المنظومه. ومثل ما مثلته في ريال مدريد، لانه في أسوأ حالاتهم هذه فريقين يفوزوا مباريات، واكبر دليل انه في سنه ميلاديه واحده كان فاز في 2 تشامبيونز ليج 21 22، يعني شيء خرافي، يعني ما فيش اي نادي في العالم عمل هذا الشيء. ولهذا انا اقول انه راح يكون مرشح حقيقي. جماهير مصر كبيره جدا هنا في الدوحه، احنا نعرف الالتراز قرطان بي بتاع النادي الاهلي، يعني كل سبل النجاح في المباراه موجوده، فقط لازم التركيز، وان شاء الله يكون جهز نفسه بطريقه جيده بعد السفر من ساوث افريكا من جنوب افريقيا، وان شاء الله يكون خير. طيب كواحد من نجوم الكرة الجزائرية الكبار، حضرتك شايف الميزان الفني بين الأهلي وباتشوكا ازاي؟ لا، من الناحية الفنية طبعا احنا أحسن، ما الأهلي أحسن كثير. باتشوكا فريق فيه بعض الفرديات، لكن يلعب على نظام 4-2-3-1، لكن يركز أسلوبه على التحولات، ترانزيشن، تحولات سريعة والالتحامات البدنيه، لكن الاهلي حتى من الناحيه البدنيه راح يكون مد، ولهذا الاهلي لازم يلعب اللعب بتاعه، لازم يضغط عليه، لانه فريق باتشوكا ما يعرف يضغط، ينتظر ويرتد، ولهذا لازم يفرض عليه اسلوبه عشان يخرجه، لانه اذا فرض عليه اسلوبه يا اما يخليه في منطقته وراح يتحمل عبء المباراه، والا راح يخرج وراح يتحمل عبء المباراه في نفس الوقت، يعني من الناحيتين. لكن فقط ما لازمش يعمل يعطي قيمه اكبر من اللازم لفريق باتشوكا، لانه فاز على بوتافوجو. هل فوز باتشوكا على بوتافوجو كان مفاجاه؟ طبعا من ناحيه رقميه كان مفاجاه، لكن انا كنت تكلمت في قناه الكاس، قلت له بانه راح يكون حصان اسود ممكن يفوز، لانه ليش؟ فريق بوتافوجو كان منتشي بفوز 42 ساعة قبل المباراة. عمل سفر 17 ساعة، من المحال، وأنا نعرف هذا الشيء كمدرب، من المحال أن يسترجع اللاعبين في هذه الكمية الوقت، محال، لأنه راح يلعب مباراة كبيرة جدا. ولهذا المدرب شو عمل؟ يعني خلى اللاعبين المهمين مثل ما قلت ألمادا، مثل تريتاس، هذه اللاعبين اللي كانوا هم اللي يصنعوا القرار في نادي بوتافوجو. ولهذا كانت ضريبة قوية. الأهلي راح يلعب بكل لاعبيه، صحيح انه بيعاني شوي من الناحيه الهجوميه، ما همش يسجلوا كثير، في اخر 5 مباريات تعادل 6 مرات، الا انه في المباريات الكبيره الاهلي دائما يكون حاضر. حضرتك قلت في البدايه الاهلي لازم يلعب لعبه بدون تحفظ ولا بهجوم جريء؟
هجوم جري لكن طبعا التوازن لما نشوفوا الفورمه اللي فيها ربيعه انا نظن راح يكون قائد حقيقي للدفاع. لازم نجاري المباراه باوقات القوه للفريق، لان في اوقات القوه للفريق الاهلي لازم يسجل فيها اهداف، لانه اذا ما استغلش اوقات القوه راح يكون صعب جدا. لانه شو دور باتشوكا؟ باتشوكا دوره انه ياخذك لاطول وقت ممكن في المباراه، ممكن يرتد عليك، ولهذا انا نظن 15 20 حتى 30 دقيقه من المباراه اذا سجلنا عليهم راح تنقلب المباراه، لانه راح يغير اسلوب فريق باتشوكا. اسامه الادريسي الاخطر في فريق باتشوكا؟ صحيح، ملاعب مميز جدا، واحد من احسن اللاعبين، يعني فرديته وتقديمه كان في هولندا في جرانيجن بعدين في اياكس، يعني لاعب ممتاز لهذا المستوى، لمستوى باتشوكا لاعب ممتاز. لكن طبعا اذا كمال يلعب ما نظنش انه راح يعمل مشاكل كثيره. كابتن بنشكرك شكرا جزيلا على هذا التواصل، كابتن طارق مكور نجم الكرة الجزائرية والمحلل بقناة الكاس القطرية، كنا سعداء جدا بتواصلك وشكرا جزيلا لك.